نتعرف اليوم على أبرز الأطعمة التي تعتبر غير صحية والتي ينصح الخبراء بتجنب تناولها، من بينها نتعرف على الهوت دوغ أو حتى اللحوم المصنعة بشكل عام، لأن هذه اللحوم تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم أو الأملاح وعلى كمية من النيترات التي تستخدم في حفظ هذه اللحوم. لماذا هذه اللحوم سيئة؟ لأن كمية النيترات حسب ما أشارت الدراسات يؤدي إلى تشكل السرطان وإلى تحفيز الخلايا السرطانية، خاصة إذا قمنا بتسخين هذه اللحوم تتحول النيترات إلى مادة تدعى النيتروزامين وهي مضرة. من المأكولات أيضا غير الصحية للشيبس أو رقائق البطاطا. البطاطا عادة صحية ومفيدة، ولكن في هذا الشكل، شكل الرقائق المقلية، تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، على الزيوت المهدرجة، وحتى بعض يحتوي على الملونات، وقد ارتبطت يعني بحسب بعض الدراسات هذه الأنواع من المأكولات بظهور السرطان بسبب تواجد مادة الأكريلاميد بداخلها. أيضا الأطعمة غير أو المشروبات غير المفيدة هي المشروبات الغازية التي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية بسبب وجود السكر فيها والملونات وحتى مادة الكافيين بشكل عال. طبعا هي سعرات حرارية فارغة وليس لها أي قيمة غذائية، لذا يفضل حتى أنه أن نستخدم هذه السعرات الحرارية في مأكولات صحية مثل الفاكهة والخضار. وأيضا البسكويت المصنع يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، حتى لو كان مكتوب على العلبة لايت أو دايت تبقى تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، على الزبدة، على السمن، على الزيوت المهدرجة، وعلى كمية كبيرة من السكر. هذا يعني عينة من الأطعمة التي ينبغي أن نتفادى تناولها بشكل كثير، ولكن هنالك أطعمة أيضا تعتبر خارقة لأنه مفيدة جدا للصحة أو سوبر فود، نتعرف عليها في التقرير التالي. قد يكون بعض أنواع هذه الأطعمة غير مألوف عند الجميع، ولكن من المؤكد أن المستقبل هو لهذه المأكولات التي سميت بالأطعمة الخارقة. لماذا سميت بالأطعمة الخارقة وما هي فوائدها؟ سنتعرف أكثر على هذه الأطعمة مع أخصائية التغذية سوزان نجم في مركز هيلث بلس للإخصاب في أبوظبي. أهلا وسهلا بك سوزان. يعني بالفعل لماذا تم تسمية أولا هذه المأكولات بالسوبر فود أو يعني المأكولات الخارقة، ولماذا وما هي؟ اوكي سو السوبر فودز طبعا سميت بالاطعمه الخارقه لابد انه يكون فيها محتويات عن جد خارقه، ولكن ما في يعني معنى رسمي للسوبر فودز ولا حتى انه هن معترف عليهم بهيئات الصحه او منظمات الصحه بالعالم، ولكن هن اداه تسويق ليروجوا هاي الانواع من الاطعمه، ممكن لأنها منا منسية أو مش معروفة أو ممكن تكون غالية الثمن كمان، فبحبوا أنه يعرفوا عنا أكثر ويعملوا لها ضجة أكثر. ولكن هاي السوبر فود هي فعلا عادة بتكون غنية بمضادات الأكسدة، الفيتامين A، فيتامين C، فيتامين E، وكمان فيها كتير أوميغا 3 أسيد. طب ما هي أبرز هذه المأكولات؟ يعني نسمع عن الشيا سيدز وغيرها، يعني هل هي مثلا مثل موضة وموضة عابرة أو بالفعل يجب اعتماد هذه المأكولات في حميتنا الغذائية بشكل يومي؟ أكيد طبعا هي مثل ما حكينا أغذية عندها قيمة غذائية عالية، ولكن شرط تكون ضمن غذاء متكامل. واحد من هالسوبر فود هن توت الأسايا. الادعاءات بتقول انها بتزيد الطاقة عند الناس، بتحسن البشرة، ممكن حتى تكون علاج لأمراض سرطانية، والأكثر انه بتساعد بتنزيل الوزن. والحقيقة انه توت الأسايا موجود فيه كتير من مضادات الأكسدة اللي موجودة بكتير أنواع من التوت، فبنقدر نلاقيها بكتير محلات غير توت الأسايا، ولكن ممكن لأنه طعمته غير وبنقدر نستعمله بالطبخ بدل الزبيب بيعطي هيدا الضجة الكبيرة. نوع تاني من السوبر فود هو بذور الشيا. كمان بذور الشيا غنية بالبروتين، غنية بمصادر الأوميغا 3، فيها كتير ألياف، فهي أكيد كويسة كمان،
والناس كمان ما بتعرف عنها كتير، كمان لهيك عملت ضجة بالتشيا سيد. طب كيف ممكن انه ندخل او يعني نستخدم هذه الاطعمه بشكل يومي بالحميه الغذائيه؟ يعني هل من خلال ادخالها بالسلطات بالمشروبات؟ يعني كيف ممكن انه تصير جزء من الغذاء اليومي؟ ثم نقدر مثلا ندخل التشيا سيد على سلطات، ندرشه هيك كمصدر فايبر زياده، ممكن نعمله كبودينج مثل على شكل مهلبيه بالحلويات. توت الأسايا مثل ما قلنا بنقدر نستعمله بطبخ كيكس بدل الزبيب مثلا. يعني طبعا يجب أن لا نصدق كل ما نسمع وأن نستشير دائما المختصين واختصاصيي التغذية. شكرا لك سوزان على كل هذه النصائح والمعلومات القيمة.